il y a quelqu'un qui s'en rappelle. Le réseau internet, chaque fois que le fil général peut à la français, j'ai une langue. يعني القانون الاساسي للصحفي هو قانون يعني انا في تقديري انه ممتاز جدا، يعطي المكانه للصحفي الجزائري المكانه التي يستحقها. فيه كثير من الاشياء المتعلقه بقطاع الاعلام، ان شاء الله نتعاون ونوضع اليد في اليد يعني حتى نتمكن من تطوير مؤسستنا الاعلاميه ونزودها بالاليات والادوات التي تؤهلها للقيام بمهامها على احسن ما يمكن. وانتم تعلمون ولا ما نحبش نكرر كثير هذه القضيه، انه تزويد وسائل الاعلام بالامكانيات اللازمه من اهم التوصيات التي يقدمها باستمرار السيد رئيس الجمهوريه.